مشوار التعافي بل النمو القوي تسلكه الشركات القطرية، شركات تنهل من معين أداء الاقتصادين المحلي والعالمي. 4 شركات مدرجة في البورصة القطرية تعلن عن نتائجها نصف السنوية، نتائج حملت في طياتها نموا إجماليا زاد على 8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، تلك الفترة التي كان فيها العالم في قلب عاصفة كورونا. إذن تحقق الشركات المبادرة بالإفصاح عن نتائجها الفصلية أرباحا صافية قاربت 2.5 مليار دولار، أمر يشي بتسجيل نظيراتها لعوائد قوية في عام التعافي والتحلل من تداعيات الوباء. بنك قطر الوطني ترتقي أرباحه بنحو 6%، يجني أكبر مصارف المنطقة 1.860 مليار دولار في 6 أشهر. مصرف ريان بنك إسلامي الهوية، أرباحه ترتفع نسبتها كسابقه وصولا إلى 314 مليون دولار. ناقلات، شركة تقل الغاز القطري إلى أسواق العالم، تجني 174 مليون دولار، أمر مبشر بتوزيعات مجزية بنهاية العام، فالأرباح ترتقي بواقع 16% في نصف عام. وقود المنتشرة محطاتها في كل زاوية من زوايا البلاد تقفز أرباحها بنحو 71% وصولا إلى 127 مليون دولار، والشركة واعدة فهي تزود الطائرات الواردة لمطار البلاد بالوقود اللازم لانطلاقها إلى الأجواء، ونشاط السفر آخذ في التحسن. 4 شركات من أصل 47 شركة قطرية مساهمة تقص شريط موسم الأرباح الفصلية، نتائجها تعبر عن استرداد اقتصاد بلادها ناصية التعافي بانتظار ما ستكشف عنه الأيام من نتائج أخرى، نتائج ستحدد مسار البورصة فيما تبقى من أشهر العام.